هو قعد هنا عادي، كان قاعد هنا معانا عادي. قاعد فين؟ هنا بيشتغل فين؟ كان قاعد هنا بيته، هو ما بيشتغلش ستاري. كان بيشتغل قاعد هنا في البيت. طالب في ايه؟ في كليه علوم. كليه علوم؟ ثانيه كليه علوم في جامعه البلاد. جامعه الفيوم. وقوم طبعا جوب اخر مره شفتي امتى حاجه؟ بقالي سنه والله ما شفته. بقالك سنه؟ سنه ما هو مطاردينه في البيت. قولي الحته دي تاني، قولي تاني. بقاله سنه ما شفتوش. عشان ماشي من شهر 12 ده الايام دي كده بقى يقبضوا عليا يعني. انت كل شويه يخشوا يكسروا باب على اولاد البنات الصغيرين دول علينا. طب ما كانش انت بتقولي ابنك ما ماتش؟ انا بقول هما بيقولوا مات وهو الفجر يجيبوا جثته واشوف جثته قدامي. طب انت هو اخر مره اتصل بيك امتى؟ المتصل بقى لسه بقاله اسبوع. قال لك ايه؟ بيشتغل فين ولا بيعمل؟ ما بيقوليش على حاجه، ما بيقوليش على مكانه، وعشان برضه خايف ما بيقوليش على مكانه. ازيك يا امي وازاي اخواتك على كده؟ طب ما تعرفي كملين اخواته يا حاجه، ما كملتيش. قلت اخوه في الجيش ومين تاني؟ اخوه ومحمد الكبير اللي هو محمد شفيق. ده خدوه امبارح بالليل. بس هم شغال محمد في بنات. محمد شغال على توك توك ومتجوز ومخلف. دول ولادك؟ دول ولادي. مين ومين دول؟ اسمك ايه بقى؟ نورهان شفيق. ودلع شفيق محمد نورهان. ومعايا نرمين. دي الصوره دي مش ابني. اللي شفتها دي مش ابني، ده ابني مش هو ده. ابني انا عارفاه، انا مخلفاه وعارفاه. واحنا مربينه على الدين وعلى وتربينه على التعليم ومتعلم. كان بيطلع الاول. ده طلع الاول على الفيوم بحلها الرابع او الخامس. الاول فين؟ في الثانويه العامه. ودخل كليه علوم. وهم عملوا قضيه ظلم قبل كده برضه، خد فيها سنتين. وخبسوه 55 يوم. خد فيها في المظاهرات. ايوه قعد في المظاهرات. خبسوه 55 يوم وطلعوه وحطوا له آلي قدامه ان هو متصور بالآلي. احنا كنا هنجيب الآلي ده منين؟ ما احنا مش لاقيين ناكل، ابني شغال على توك توك بياكلنا الكبير. اللي خدوه امبارح ابن الكبير ده اللي خدوه امبارح بيجري عليا وعلى ولادي. انا عايزه لو كان ابني ما زي ما بيقولوا يجيبوا لي ابني ويعرفوه عليه، يجيبوا لي جثته وانا اتعرف عليه اشوفه ولا لا. ولو طلع هو بقى؟ لا لو طلع هو بقى مش اشوف. مش متاكدين. بس انا شايفاه، انا شايفاه اللي هو عندي ده مش ابني. ده مش ابني، انا عارفه عارفه حاجه ابني. عارفه تقطيعه وعارفاه. مش هو. لا مش هو. يجيبوا لي ابني ده اقول له ده ابني ده مش ابني. هي الصوره اللي هي ولو ما يكتبوا في التلفزيون محمود شفيق محمد مصطفى وجابين صورة من تحته. أنا عايز أشوف لو كان ابني فعلا اللي مات أو ابني اللي فجر زي ما بيقولوا يجيبوا له جثته وأنا أتعرف عليه. يوريني جثته ويجيبوها لي أنا أدفنها بإيديا وأشوفها. أنا بقول لكم ده مش ابني. أنا شفت صورته عنه ده مش ابني. ومتأكدة إن مش ابني. والولاد شافوا برضه الصورة ولادي؟ دول كلهم ولاد البنات دول شافوه. شفتوا صورة له؟ ده صورة أخوك اللي عنده صورة أخوك؟ لا مش هو طبعا. مش هي صورته يعني؟ لا دي مش هي. يعني مناخيره بس يعني زوج معانا ومحترم ومفيش اي حاجه يسالوا على الحته بحالها وعلى اخلاقه. انا مربيهم ربنا على دينه وعلى الاسلام ما يعرفش اي حاجه خالص ومتدينين في ربنا. وطالعين مؤدبين ومحترمين كل جيراننا بيحلفوا بحياتهم في حتتنا بره من ساعه ما اتولدوا هم في البيت دول.